المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم مجلس الوزراء، تصريحات مهمة جدا لرئيس الوزراء. خليني أبدأ بالتسعة مليون. تسعة مليون هو رقم يعني أصبح رسميا، كيف حصرنا هذا الرقم؟ هل ده رقم حصرناه في السنوات الأخيرة لما حدثت الأزمات ما بعد الربيع العربي، أم أن ذلك قبل الربيع العربي، أم أن ذلك زاد مثلا بعد الأزمة السودانية؟ كيف حصرنا هذا الرقم؟ مساء الخير يا فندم. في الحقيقة الرقم سبق مبدئيا هو رقم مبني على تقديرات الجهات المعنية المصرية لإجمالي المقيمين من غير المصريين، بجانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية. منظمة الهجرة الدولية أصدرت تقرير في يوليو 2022 أشارت فيه إلى أنه مصر بتستضيف 9 مليون مهاجر، فهذا الرقم أشارت إليه منظمة الهجرة الدولية في رقم رسمي، وهو بيشمل إجمالي كافة اللاجئين حتى هذه اللحظة، وهو رقم تقديري، ولذلك نحن نتحدث عن نحو 9 مليون مهاجر ولاجئ. طبعا احنا بنسميهم ضيوف الحقيقه، وانا سمعت رئيس وزراء بيتكلم ده واتفق معاه في هذا الجزء، لانهم جزء منهم مقيم اقامه شرعيه، وجزء منهم لاجئ طبقا للامم المتحده، وجزء منهم غير لاجئ، يعني في تصنيفه كبيره. لكن سؤالي هنا، كيف قدرنا التكلفه؟ رئيس وزراء بيتكلم على 10، ما يفوق 10 مليار دولار سنويا، كيف قدرناها وازاي بتقسم على القطاعات؟ في الحقيقة يا فندم الرقم هو رقم بيشمل كافة ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات. تم عقد عد اجتماعين من قبل وتم الإعلان عنهم في بيانات سابقة عن مجلس الوزراء. الاجتماعين شارك فيها الاجتماعين كافة الجهات المعنية التي تقدم العديد من الخدمات، سواء كنا نتحدث على سبيل المثال قطاع الصحة، قطاع التعليم، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة التموين، يعني كافة وزارة الزراعة، كافة الجهات المعنية التي تتحمل جزء من تكلفة رعاية وأعباء ضيوف مصر المقيمين من غير المصريين شاركوا في تقديم تقديراتهم. دولة رئيس الوزراء كما أشرنا من قبل وكما أشار اليوم، الرقم نحن نتحدث عن رقم يتجاوز أكثر من 10 مليار دولار، وجاري إن شاء الله يعني مراجعة وتدقيق هذا الرقم، لكن لا كما أشار دولة رئيس الوزراء اليوم هذا الرقم لا يقل عن أكثر لا يقل عن 10 مليار دولار، هو أكثر من 10 مليار دولار سنوياً. وكما ذكرت هو إجمالي ما تتحمله الجهات المختلفة المعنية من أعباء وتكاليف. هل احنا بنعلن هذا الرقم على انه فاتورة بنقدمها للمجتمع الدولي، بنقول مصر لديها أزمة اقتصادية، مصر مش دولة متقدمة اقتصاديا، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يشاركنا هذه التكلفة، وهذا حقنا على فكرة، ولكن هل احنا بنعلن هذا الرقم كفاتورة؟ في دول أخرى زي تركيا مثلا عندها 3.2 مليون سوري، يعني حتى الآن بتتكلم على 5 مليار يورو وصلتها من المفوضية الأوروبية، و3 مليار يورو أخرى ما بين 21 و 23، يعني هناك تكلفة ولكن لا تصل الأرقام اللي احنا بنتكلم عليها دي طبعا. فهي خدت على الثلاثة مليون لاجئ مبالغ زي 7 8 9 مليار يورو من أوروبا. هل احنا بنقدم ده للجهات المعنية، بنقدم ده للاتحاد الأوروبي، بنقدم ده للمفوضية، بنقدم ده لمين؟ في الحقيقة يا فندم هذا الرقم كما أعلننا من قبل سيتم يعني استغلال تلك الأعباء أو الرقم الإجمالي في التواصل مع الجهات الدولية المانحة ومع الشركاء الدوليين لإحاطتهم بالأعباء التي تتحملها مصر. وبالتالي كما ذكرت حضرتك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لابد من أن يساهم المجتمع الدولي في تحمل جزء ولو جزء من
تلك الأعباء ودعم مصر لمواجهة تلك الأعباء. وبالمناسبة يا فندم، لو حضرتك تذكري مؤخرا التقى دولة رئيس الوزراء بمديرية منظمة الهجرة الدولية، وأشار دولة رئيس الوزراء إلى تلك الأعباء خلال اللقاء، وأكد دولة رئيس الوزراء على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر. ومن جهتها مديرة المنظمة أشارت إلى أنها تتفهم تلك الأعباء، وقطعا ستحث الجهات المانحة الدولية على دعم مصر لتحمل تلك الأعباء. بالفعل جزء من يعني احنا في الاتفاق مثلا العقد في مارس ما بين مصر والاتحاد الاوروبي كان جزء منه موجه للاجئين، وجزء من الالتزام بين الجانبين هو دعم اللاجئين، وقف الهجره غير المشروعه، وده كان في نص الاتفاق والنص الاتفاق المالي اللي كان بين مصر وبين الاتحاد الاوروبي. هل تقدمت مصر غير للدول المانحه الاخرى سواء الاتحاد الاوروبي سواء الامم المتحده للمنظمه المنظمات المانحة، هل تقدمت للمنظمات المانحة طالبة بالدعم في هذه الفاتورة؟ في الحقيقه يا فندم، خلينا نقول انه مع لو احنا لو نح لو نتحدث عن المنظمات الامميه والمنظمات الدوليه، فالتعاون قائم معها يعني من قبل، يعني ولا ننتظر، الحكومه لم تنتظر لكي تبدا التعاون، ولكن التعاون قائم بصفه مستمره لدعم مصر في تحمل اعباء المقيمين من غير المصريين. اما بالنسبه للشركاء الدوليين، فكما ذكرت حضرتك بالفعل هناك برامج للتعاون تقدم الى مصر، ولكن النقطه الاساسيه او الجوهريه هنا اننا نتحدث لاول مره عن رقم، كما ذكرت حضرتك، رقم ضخم من الاعباء. هذا الرقم يتطلب المزيد من المشاورات لتقديم المزيد من الدعم للدوله المصريه، وبالتالي هناك بالفعل برامج دعم موجهة لمصر، ولكن تلك البرامج لابد أن تأخذ فيها الاعتبار الزيادة الكبيرة في الأعباء والأوضاع الاقتصادية الحالية. وبالتالي المشاورات مستمرة، والمشاورات هناك مشاورات عديدة مع الشركاء الدوليين، ولكن المشاورات مستمرة، وبدون شك سنكثف تلك المشاورات خلال الفترة المقبلة مراعاة للرقم، هذا الرقم الضخم الذي يعني أعلنه دولة رئيس الوزراء اليوم. هذا الرقم يعني يتطلب المزيد من الدعم، وما يقدم بالفعل للدولة المصرية غير كافي، ومن الضروري تقديم دعم إضافي لمواجهة تلك الأعداء. هل لدينا حصر بما حصلنا عليه من دعم لقضية اللاجئين بالذات؟ كم حصلت مصر من فاتورة العشرة مليار دي؟ يعني هل لدينا رقم لما حصلنا عليه من فاتورة العشرة مليار؟ يعني خلينا يا فندم مبدئيا نقول انه يعني انا في الوقت الحالي ما عنديش رقم محدد لما حصلنا عليه، لانه هناك دعم من جهات مختلفه كما ذكرت حضرتك، الاتحاد سواء الاتحاد الاوروبي او الجهات المانحه الاخرى الدوليه. ايضا يعني في نقطه مهمه يجب ان احنا ندركها، عندما نتحدث مع الشركاء الدوليين عاده الدعم يتضمن برامج مختلفه، وليس فقط فيما يتعلق بالمهاجرين في مصر، ولذلك البند او المبالغ الموجهه للمهاجرين تتطلب بالتاكيد كما اعلن دوله رئيس الوزراء مزيد من اهميه الدعم. المزيد من الدعم، طيب لانه عاده كما تعلمين حضرتك الدعم الموجه للاجئين بيكون هو احد البنود، مجرد احد نعم البنود على صحيح، قائمه التعاون مع الجهات زي الاخرى. الاتفاقية الاتحاد الاوروبي واحد فقط من بالظبط البنود، وكان رقم قليل الحقيقه. لكن بالظبط خليني اسالك سياسيا بقى، لانه في جزء من الرأي العام بيقول لك يعني انا ادرك انه مصر ملتزمه برعايه الضيوف، مصر لديها موقف سياسي واضح من قضيه اللاجئين ومن قضيه دعم اللاجئين، وهؤلاء ضيوف لدينا. لكن في جزء من الراي العام بيقول لك لا، هم يزاحموننا في الطاقه، واحنا والطاقه دي مدعومه، هم يزاحموننا في الجامعات، والجامعات دي لينا مقاعد معينه فيها بيزحمونا فيها، هم يزاحموننا بيزودوا علينا الايجارات. يعني في جزء من الراي العام، وده برضو مفهوم، غاضب من زيادة هذا الرقم. ايه الرسالة اللي احنا بنقولها للمصريين فيما يتعلق بالتزام مصر بقضية اللاجئين وبأنها تقف إلى جانب أشقائها في أوقات الصعاب؟
خليني يا فندم اقول انه الرساله هي رساله واضحه. مبدا اولا، مصر لم تغلق في حياتها ابدا ابوابها امام اي اخ عربي او من دوله افريقيه شقيقه واجهت دولهم اي صعوبات، ولذلك مصر لم تغلق بابها ابدا تجاه اي اخ عربي جاء الى مصر في ظل الظروف الصعبه التي ندركها جميعا ومرت بها العديد من الدول. أيضا هناك أمر هام يجب الانتباه إليه، وهو أن مصر لديها التزامات وفقا لمواثيق واتفاقات دولية مرتبطة بأهمية حسن رعاية المهاجرين واستضافتهم، ولذلك مصر لديها أيضا التزامات دولية يجب مراعاتها بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية، ولكن هناك أيضا التزامات دولية يجب علينا مراعاتها. أيضا هناك بعد يجب ثالث يجب إدراكه مدام لميس، وهو انه مصر يعني لديها ايضا علاقات طيبه وطيده مع العديد من دول العالم، وبالتالي عندما نتحدث عن رفض استقبال اي مهاجر على ارض مصر، طبعا الدوله المصريه لديها الحق الكامل في تنظيم الاقامه ومن يدخل الى الدوله المصريه او ياتي الى مصر، ولكن هناك يجب ان ندرك ان هناك ايضا جاليات مصريه في الخارج، ولو قامت كل دولة بترحيل من يقيم على أرضها فإذا سنواجه أيضا كدولة مصرية يعني صعوبة كبيرة عندما نفاجأ بأن الدول الأخرى عملتنا بالمثل. ولذلك يعني هناك التزامات و يعني التزامات على الدولة المصرية وفقا للمواثيق الدولية وفقا للعلاقات الوطيدة مع الدول الأخرى تراعيها الدولة المصرية في هذا الصدد. ولكن يعني خليني برضو في نفس الوقت ان انا اقول يا مدام لميس ان الحكومة مدركة للضغوط الواقعة على المواطنين صحيح. المصريين الذين يتحدثون كما اشرت حضرتك الى وجود اعباء يعني ملقاة على عاتقهم نتيجة ما يتصوره او ما يستشعره البعض من مزاحمة من قبل بعض المهاجرين أو المقيمين من غير المصريين. نحن نتفهم هذا الأمر، ولذلك نحن نسعى قدر المستطاع للتخفيف من تلك الأعباء عن طريق الحصول على المزيد من الدعم لمواجهة هذه الضغوط. ولكن كما ذكرت النقطة الأساسية في النهاية هي أن مصر لديها التزامات صحيح، دولية تجاه دي رعاية نقطة مهمة جدا. المهاجرين والمقيمين من غير ويبقى في المسلمين، قواعد، ولذلك يجب أن ألتزم بها. ويبقى في قواعد كمان، يعني الإقامة بقواعد، يعني احترام قواعد البلد، احترام قواعد القانون، احترام، يعني في يبقى في أكيد يا فندم قواعد أكيد. لاحترام الاستضافة واحترام كل القواعد، زينا زي كل الدول، يعني المقيمين موجودين في كل دول الخليج مثلا، ولكن هناك لابد أن يكون هناك احترام لقواعد البلد المضيفة يعني. أكيد يا فندم. طب خليني بقى معلش سريعا انتقل لجزء اخر مما قاله رئيس الوزراء فيما يتعلق برفح، وان احنا طبعا قدمنا 85% من المساعدات، وده شيء طبيعي من الشعب المصري ذهبت الى رفح، ولكن حين تحدث على ان اذا كانت هناك عمليه عسكريه فستكون كارثيه، ولكننا مستعدون. يعني ايه مستعدون انسانيا؟ يعني دولة رئيس الوزراء أشار صراحة إلى أنه يعني لا قدر الله في حالة وقوع أي عملية في رفح، هذا الأمر سيؤدي إلى الضغط على الحدود المصرية وربما لجوء بعض الإخوة أو الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين حاليا على الحدود على الجانب الفلسطيني، ربما قد يسعون للحصول على الدعم من مصر في مواجهة أي أحداث مستقبلية لا قدر الله في مدينة رفح الفلسطينية. ومن هذا المنطلق دولة رئيس الوزراء أكد أن مصر سوف تقدم الدعم الإنساني اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ومصر لن تتخلى عنهم ولن تتخلى عنهم بطبيعة الحال، ولكن من ناحية سياسية إذا حصل لا قدر الله محاولة اجتياح أو الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية
بهدف طرد الأشقاء الفلسطينيين أو دفعهم للنزوح خارجيا، فهذا الأمر سيعني عمليا هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لكن أنا هنا بقدر بتكلم الله. على أننا مستعدون، مستعدين إزاي؟ هل مستعدين في حالة، ما هو اتكلم على فكرة النزوح، أنه قد يحدث نزوح وإحنا فاهمين ده، أنه ده يعني هي الناس هتروح فين؟ ففكرة النزوح، هل نحن مستعدون لهذا النزوح في اتجاه الحدود المصرية؟ هل هذا ما يعنيه رئيس الوزراء ولا يعني إيه بالظبط؟ يعني ايوه يا فندم، دوله رئيس الوزراء اشار الى انه في حاله هذا النزوح سنقدم الدعم الانساني اللازم وفقا لواجباتنا الانسانيه تجاه الاشقاء الفلسطينيين، ولن نتخلى عنهم بطبيعه طبعا الحال. يعني اذا اضطروا للنزوح تجاه الحدود المصريه يعني مصر لن تتخلى عنهم، ومصر ستقدم الدعم الانساني كما تقوم حاليا بتقديم الدعم لهم وادخال المساعدات. شكرا على كل هذه التوضيحات، مستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم مجلس الوزراء.